أستاذ موفق، هل هناك تصور عن عدد المستحقين للرواتب ممن لم يشملوا بها من ذوي الإعاقة؟ لديكم تصور معين أو حتى نسبة تقريبية؟ يا ستي عزيزة، في العراق أولا ليس لدينا نظام إحصائي دقيق، وهذه مشكلة وهذه كارثة. مع العلم أنه المادة 30 واضحة في الاتفاقية على الدول الأطراف أن تسارع بإجراء إحصاء وتسجيل وتزويد هويات رسمية لكل ذوي الإعاقة في بلدانكم، ولحد الآن إحنا ما عندنا إحصاء وتسجيل. هذه مشكلة أخرى، لكن نعتمد على الإحصائيات التقريبية. من أصل تقريبا 5 مليون من شملوا براتب المعين المتفرغ فقط 200 ألف، يعني عندنا بعد مئات الآلاف بل ملايين ينتظرون دورهم في الشمول. وأيضا حتى موضوع الإعانة الاجتماعية لم يشمل 5 أو 10% من مجمل الأشخاص ذوي الإعاقة في بلدنا. أين الوعود؟ أين وعود الانتخابية للمرشحين الذين فازوا ووصلوا إلى جهات تنفيذية وأصبح منهم وزير ووكيل ومدير عام؟ أين وعودكم من قبل ما أن تجرى؟ هل نحن الآن مقبلين على انتخابات قادمة؟ كيف سيذهب ذوي الإعاقة إلى مراكز الانتخابات وهم مراكز الأطراف الصناعية فارغة بدون أطراف بدون مواد؟ كراسي المتحركة التي تزود إن زودت من الجهات الحكومية فهي من أنواع لا تليق بكرامة وراحة ذوي الإعاقة. كيف سيذهب ويعبى ذوي الإعاقة إلى مراكز الانتخابات؟ اتخذوا القرارات السريعة وصححوا الموقف وأطلقوا العنان، أطلقوا الميزانية، أعيدوا القانون، مسودة تعديل قانون 38 للبرلمان، وشكلوا اللجان التنفيذية وليست لجان البحث، لجان تنفيذية لتأخذ على عاتقها كل وزارة ما عليها من التزامات تنفذ لأجل كرامة ذوي الإعاقة في بلدنا. نعم، يعني إذن بغياب سياسة واضحة لدمج ذوي الإعاقة أستاذ موفق في المجتمع، يعني ستستمرون بهذه الفعاليات بتظاهراتكم باحتجاجكم؟ نعم، حقيقة اليوم كان هناك نقمة كبيرة. سبب الكبير في الانتقال إلى ساحة التحرير كانت هناك وعود بأن نلتقي مع السيد وزير الصحة الدكتور صالح الحسناوي منذ أشهر، ويؤجل إلى أن صار الموعد وذهب نخبة من ذوي الإعاقة إلى مكتب السيد الوزير ولكي نلتقي به ونحدثه عن هذه المشاكل. يفاجئنا السكرتير ويقول السيد الوزير اعتذر، صار عنده شغل طارئ وطلع. يعني هذا موقف يسجل تاريخيا على السيد وزير الصحة، يعني أعطيت أولويات إلى مشاغلك الأخرى وتركت مشاغل التزاماتك في الصحة، في المستلزمات، في الأدوات، في الأطراف الصناعية إلى ملايين ذوي الإعاقة. ولذلك تحول اللقاء من مكتب السيد وزير الصحة إلى لقاء مفتوح في ساحة التحرير، وستعاد الكرة وسيتفرج العالم والفضائيات بكل ما يكون هناك من نقوصات وتباطؤ وتقاعس وإهمال بحق ذوي الإعاقة في كل مكان. يعني نرجو أن تكون رسالة قد وصلت رئيس تجمع ذوي الاحتياجات الخاصة الأستاذ موفق الخفاجي. شكرا جزيلا لكم لانضمامكم إلينا.